طاعة الحكام. طاعة الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، هذه هي الحلقة الخامسة في الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء حديث مروي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا، لكن أين سند الحديث وما نصه؟ هذا الحديث رواه الحسن البصري رحمه الله التابعي المشهور عن ضبة بن المحصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا الحديث في سنده ضبة بن محصن، ولم أجد فيه قولا لأحد من الأئمة سوى أن ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وابن حبان متساهل في ذكر أسماء الرواة في هذا الكتاب ولم ينص على توثيقه. وهذا الحديث روي نحوه من طريق مسلم ابن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وروي هذا الحديث من بعض طرقه وفيه: أفلا ننابذهم، ولم يقل الراوي: أفلا ننابذهم بالسيف. مسلم بن قرظة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه قولا لغيره من الأئمة، وهو كما قلت متساهل في ذكر الرواة في هذا الكتاب، ولكنه إذا أراد توثيق راو فإنه ينص على أنه ثقة، أو يقول وهو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. فإذا لم يقل لا هذا ولا ذاك، فهذا يعني أن هذا الراوي لا يمكن إدراجه في جملة الثقات بالمعنى المشهور عند أئمة الحديث. والملاحظ أننا نجد في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن منابذة الإمام الجائر الذي فيه ما تعرف وتنكر، ويقول: لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. فكأنه يربط سكوت الأمة عن الإمام بإقامة الصلاة فقط. هكذا فهم كثير من العلماء بأن هذا الإمام الظالم الجائر الذي يقتل ويبطش ويسفك الدماء ويفعل ما يفعل ولكنه يصلي، ويقولون: لقد رأيناه يوم العيد يصلي في المسجد، وهذا يكفي. وهذا الحديث بروايتيه عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عوف بن مالك ليس بصحيح الإسناد، بل فيه لين، والله أعلم، لذا لا يجوز أن نبني عليه أحكام الأمة.
أريد أن أتحدث عن حديث آخر أو رواية أخرى تروى عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي من طريق سعد بن أوس عن زياد بن كسيب أنه سمع أبا بكرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. هذا الحديث في سنده سعد بن أوس، وهو صدوق لكن فيه لين، فقد أشار إلى توثيقه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وفيه زياد بن كسيب، ولم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات، فهذا السند ضعيف. والملاحظ هنا تركيز مثل هذه الروايات على موضوع إكرام سلطان الله أو إذلال سلطان الله، بدون الإشارة إلى أي معنى من المعاني الإيمانية التي ينبغي أن تكون موجودة في هذا السلطان، حتى يكرمه المؤمنون حقيقة، وحتى يشعروا بأنهم إذا التفوا حول سلطان الله فإنهم يلتفون حول الرجل الذي يقودهم بكتاب الله ويعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك روايات كثيرة لا تشير إلى هذا المعنى إطلاقا، وترى من كثرتها أنها تؤكد المعنى الذي يقول بوجوب طاعة السلطان كائنا من كان. والغريب أن كل أسانيدها نجد فيها راويا إما ضعيفا ضعفا محققا أو مجهولا، أو في يعني كثيرا من الأحيان نجد في السند راويا لم يوثقه إمام من الأئمة المعتبرين، ولكن وجدنا اسمه مذكورا في كتاب الثقات لابن حبان مجرد ذكر فقط. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث المروي عن حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى إلى سلطان الله ليذله أذل الله رقبته مع ما ادخر له من الخزي والهوان. وحسين بن قيس واسطي متروك، وله طريق آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ومن مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة. سلطان الله كتاب الله وسنة نبيه، وهذا اللفظ كله غير ثابت أصلاً، لأنه من طريق راو هو حمزة النصيبي، وهو متروك الحديث، واتهم بوضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعمل به ولا يستشهد به أصلا. وإلى لقاء قادم مع مزيد من هذه الروايات التالفة المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. طاعة الحكام، طاعة الحكام.